خسروا عين العمران يا زلمه. يا والله ما حكيت معه ما حكيت معه. انت مالك زلمه؟ انت واحد حقير. خسروا عين العمران يا يا شباب وصبايا، مقلب خطير باحمد. رح نخلي احمد يكفر اليوم انا ويسرى، تمام؟ رح نعمل فيه مقلب. انا ما رح احكي لكم شو المقلب ابدا، بس شوفوا بعينكم شو رح نعمل. احمد وخالي واخوي الكبير واقفين هنيك، شايفين احمد؟ ليكو عم يرقد، شفتوا؟ يلا مثل ما قلت لك، اوكي؟ مثل ما اتفقنا؟ اوكي. نبلش؟ روحي قدام، يلا. طيري 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 طيري. انا راح اتخبى مشان ما يشوفني، اوكي؟ اسمعي هلا، هلا انا راح انزل استناك تحت، اوكي؟ انا راح اتخبى هون، اوكي، بين الحجاره دول. انت ضلي واقفه هون عامله حالك عم تحكي تليفون لبين ما يعدي لهون احمد، يا بعدي يا اما بوقف او شيء، تمام؟ بتعمل مثل ما قلت لك، اوكي؟ يلا انت عامله حالك عم تحكي تليفون، انا نازل تحت عشان ما ابين. طبعا طبعا حطيت المايك موبايله، هي معها المايك. هلا برد برد يا شباب والله. انا رح احاول اصور هيك. هل هيك قعدت؟ ما عاد ابين. ها؟ احاول اصورها هيك. ليتس جو. الكاميرا مو واضحة. مثل ما هلا بس صار تعيط علي. تروح انا شفتك تطلع فيه. يلا ماشي سلام. عم تحكي معه؟ استنى استنى استنى. انت قليل اصلا فيه؟ انا حكيت ما فيه. انا طلعت فيك؟ ايه ايه مات طلع فيه. ايه مات عم تطلع فيه. انا ما شفت عم تطلع فيه مشان ما يعرف انا معك. ما عندك حق. ما طلعت فيك يا حلال. شو بك؟ طلعت فيك. ما طلعت فيك. هو إذا واحد طلع فيك أنا ما طلعت عليك شيء. ما بتطلع فيه ليش؟ ما عندك أخوات بالبيت؟ ما بتخاف على أخواتك على أهلك؟ اسكت الله اسكت. أنت قليل درباي، ما عندك أخوات، ما بتخاف؟ ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ أنا ما حكيت. أنت قليل درباي. لك يا بنت الحلال؟ عم شوفك بتطلع فيه. لك أنا ما حكيت. بتطلع فيه. لك ما حكيت معك وما طلعت فيك كلك على بعضك، ليش لأشوفك مين أنت ليش؟ أنا عم بتطلع فيك. لا إله إلا الله. أنت قليل درباي. خلص بدي روحي ماشي يلا. شو؟ خلص روحي توكلي على الله. كيف بتقولي روحي؟ خلص روحي توكلي على الله. ايش فيه؟ خير؟ انت ليه ترباين؟ انا مرة انت ليش بعطيك؟ ما مرة يا زلمة من دولية يا زلمة. ما حكيت معي يا زلمة. قليل ترباين، ما عندك اخوات بالبيت؟ لا تحكي هيك لا تحكي هيك. ما عندك اخوات بالبيت؟ خلص احكي هيك. ما عم نقول لك بس هدي شوي نفهم. ما حكيت معي هيك انا ما حكيت معي شيء وقفت عم تطلع فيني، مين طلع فيك؟ طلع هلا انا اصلا وجع راسي. ايش بدها هي هي ما بعرف مين شو الموضوع. ما طلعت انا كنت مره عم بحكي تليفون وهو عم يطلع فيه هيك. ايش بقى ما لسه ما انت قلت ترباي هلك ما ربوك ما خلص عم ينطشني. لا تدخلي اهل مال طولي بالك شوي. ايش صاير عم تصير؟ ما حكيت معك الا بعض انا والله ما حكيت معك. انت هلك مو ربوك. انا رح حدا بالشارع بحكي مع ما حكيت معك ما حكيت معك. روحي من هون روحي من هون. كيف بتقولي رب النار؟ مالك متربي؟ ما حكيت معنا شو مكان هي بنت بفصل تحكي معها.
انا لطشتك عبدو يونيو لطشني؟ ايه انا لطشتك؟ ايه انت لطشتك. انا شايفك ليش انت لطشتك؟ انا مرة هيك وانت لطشتني. خد عني. انت هلك مو مربينا. بس ما فهمت. كمان مربينك انا رح ربيك، اوكي؟ خلص روح يمين بدك تجيبي يلا. شو؟ روح يمين بدك تجيبي. انا ربيك. ما حكيت معه، ما حكيت معه، ما حكيت معه. شو بدك تعلم مع بنت ما بصير هيك. والله ما حكيت معه، انا حكيت معك شيء؟ انا ما حكيت معك. شو ما كان حكيت؟ لازم اتجوبة ابصر عيب بنت خلص بنت بالشارع شوفها انزعج نشوف يلا نشوف ايش بده الله ربي احمد خاصكم شو قولوا بالكون وما بصير كل واحد عنده اهل عنده اهل ما بصير المرة انا ما حكيت معه لو اختك مرت هيك وعكسوها انت عادي لا تغلطوا لا تغلطوا لا تغلط يا زلمة ايه انت عم بتعاكسني خلص طولي بالك طب يلا صلي على النبي رح جيب لك ناس روح جيبيهم يلا روح خريه يلا روح جيبيهم يلا روح جيبيهم يلا روحي خلص روحي نلعب من هون يا زلمه شو طب والله والله ما حكيت معه ما حكيت معه انت مالك زلمه انت واحد حقير خلص علي هسه بقى لا تسمع مني يا سلمان تحكي مع سلمان هيك ما انا مالك زلمه ما انا زي ما لا تطلطش ضي ما تسيع حالك مو عيب تطلطشه لا بتطلطشه خيو ما شفت بنات بحياتك على طلطشة البنت؟ صدوني يا زلمة انا ما حكيت معه شو الله حكيت معك نظامي يا زلمة شو قلتي له شو قلتي له؟ شو قلتي؟ عم بعاكسني انت مالك مربي حكيتني بحالي انا كنت متفق مع هشام وخالد ويسر ايه ما تستيع حالك يا سيدي كفو يسرى والله انك كفو هي هي يسرى طالعت فكرة يسرى هي طالعتها شو انا لك يا سيدي عقلن اكلن اكلته اكلته ايه لا 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 واخيرا اكل المال ابو احمد بس ليك التصوير عتمه اللي صار دنيا ليل ما بعرف صار الاضاءه كتير ضعيفه فان شاء الله المره الجايه بنام المال ثاني بس يكون على الضوء ايه كم لايك بدك يسرى ها شو اسمه يسرى اسمها اسمها مثل اسم يسرى كانت تصور معي قبل كان في واحدة من اسمها يسرى فهلا ايه بدها 100,000 لايك قال كم لايك بس اكتبوا لنا المقالب اللي بدكم نساويها فيه عشان نعرف شنو نربيه شو عليه على كلنا شباب هلا وصلنا نهاية المقلب استنونا فيه جديد ومقلب جديد تشاو